أعلنت وزارة الداخلية إفراج قطاع الحماية المجتمعية عن 3438 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل. يأتي ذلك تنفيذا للقرار الجمهوري بشأن الإفراج بالعفو عن بعض المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو لمناسبة عيد الفطر المبارك. ارتفعت تكبيرات العيد داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، فقد حرصت وزارة الداخلية على إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بالتزامن مع إقامتها خارج هذه المراكز كأحد أهم أدوات المنظومة العقابية الحديثة، والتي تركز في أحد محاورها على إقامة الشعائر وإحياء المناسبات الدينية تأكيداً على معايير حقوق الإنسان. وقد شهدت صلاة العيد حضور قيادات قطاع الحماية المجتمعية وعددا من شيوخ الأزهر، كما قدم رجال الدين المسيحي التهنئة للنزلاء بمناسبة عيد الفطر. من حسن الطالع في ذلك اليوم أننا بعد انتهاء شعيرة العيد وجدنا عيدا آخر من السرور والبهجة أيضا بتشريف إخواننا الأقباط شركاؤنا في النسيج الوطني. فإحنا في نسيج واحد، في وطن واحد، بروح واحدة، بسماء واحدة، برب واحد، فدايما بنقدم لبعض كل حب وكل ود من خلال الأعياد. امتزجت فرحة النزلاء بالعيد مع فرحة المفرج عنهم، فقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القرار رقم 104 لعام 2024 في شأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك. أول ما سمعت الخبر طبعاً فرحة جميلة، وأصحابي وناسي، وأنا فرحانة إن مروحة لعيالي بالسلامة، ونشكر سيدنا الرئيس على المعاملة كمان اللي هنا جميلة جداً. من كتر فرحة أنا ما كنتش مصدق نفسي، والله بجد ما كنتش مصدق نفسي خالص إن أنا طالع. بشكر سيادة الرئيس على العفو اللي هو عمله لنا، اللي خلينا نقضي العيد وسط أهالينا ونفرح معاهم بإذن الله. أنا فرحانة جداً النهاردة أننا طالعة في وسط عيالي وأهلي. 3438 تم الإفراج عنهم بهذه المناسبة، والذين انطبقت عليهم شروط العفو بعد فحص اللجان المشكلة من قطاع الحماية المجتمعية لملفاتهم، وبعد أن تم تأهيلهم وإصلاحهم وفقاً لأحدث نظم الإصلاح والتأهيل التي تحرص وزارة الداخلية على تنفيذها داخل هذه المراكز، مع مراعاة الأبعاد الإنسانية في السياسة العقابية. تعلمنا أهم حاجة الأول الصبر والصلاة والصيام. مبسوط طبعاً بالعفو اللي جالنا دوت، ومبسوط أن أروح لأهلي. وقام قطاع الحماية المجتمعية بتوزيع كحك العيد على النزلاء، وهو من إنتاج نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل. اللي اتبنى كان حلم ويتحقق معاه معنى الحياة، وفتح لنا طريق نجاة. خطوات جديدة يخطوها المفرج عنهم لبداية حياة جديدة، حيث كان في استقبالهم ذويهم خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بفرحة كبيرة، وأشادوا بقرار العفو الرئاسي الذي أعاد إليهم أبناءهم إلى أحضانهم، كما أشادوا بتغيير سلوكياتهم وملامسوه من استعداد لديهم لبداية حياتهم الجديدة. مبسوطة جداً إن ابني في حضني، الحمد لله، وبشكر ربنا وبشكر السيد الرئيس اللي مطلع لي ابني بالسلامة. حسيت ان ابني اتغير للاحسن، وطالع من هنا معاه مهنة، وطالع من هنا معاه صنعة يشتغل بيها في الملكية، ويبقى راجل كويس ويقدر يعيش ويقود حياته. بشرى سعادتنا النهارده انه ابني طالع في ليلة عيد، والحمد لله يعني، وبنشكر سيادة الرئيس في العفو اللي عمله، ومشكورا جدا جدا جدا، وكل سنة هو طيب. التوسع بالإفراج بالعفو الرئاسي هو أحد أهم أدوات السياسة العقابية الحديثة، وهو فرصة للمفرج عنهم للبداية من جديد. الإفراج بالعفو الرئاسي عن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ممن تنطبق عليهم شروط العفو هي فرصة لهؤلاء النزلاء لبداية حياة جديدة، معتمدين على ما تعلموه داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي تطبق أعلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان وفي البرامج التأهيلية المختلفة. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.